سلام عليكم ورحمة الله معاكم مكمل او اهو كامل النهارده يا شباب. زي ما انتم شايفين احنا في ماب جيراني شابتر 2 وفي ماين كرافت ومعايا عبد ماندو الكوماندو. طبعا يا شباب لو خدت بالكم بص كده عبد، بص لي بس وقف. لا بص قدامك، ايوه بس تتحركش ما تتحركش، اوريهم حاجه. بص هيرمش ازاي بعينه، بصوا 3 2 اه شفت يا شباب. والله اللي شافه بيرمش بعينه يضغط طب يا اسطى، لايك. ما حدش قال لي ليه رايه في القصه الجديده. ايوه يا شباب شوف عامل شعر اخضر كده. ايوه عامل شعر اخضر ليه؟ عارفين ليه؟ عشان المقطع اللي فات وصل 30,000 لايك، فتوصل المقطع ده 50,000 لايك، وبخلي عبده يغير لون شعره للون التيشيرت اللي انا لابسه ده. ما تقولولوش ايوه لبس التيشيرت ايه، لان ابتدي. هو ما يعرفش التيشيرت اللي لابسه ايه. فحط لايك الشباب خليه يغير قصه شعره كده، وما تنسوش الاشتراك في القناه وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وخلوني ابدا اوريكم، شايفين انا انا بقول لك عارف ايه؟ لون التيشيرت ايه، ايه؟ ابيض. غلط، لا اكيد مش هخليك تصبغ شعرك ابيض. اكتبوا انتوا لون التيشيرت ده تحت في الكومنتات، بس ما تقولوش لعبد الماندو. ها اوكي، هنا عندنا زي ما انتوا شايفين جراني شابتر 2، بيقول لك ايه يا عبدو هنا سبيشال ثانكس فور مش عارف ايه، بيشكره يعني صاحب الماب وكده. المهم ان دي جراني الجزء الثاني يا عبدو، يعني مش هنلاقي جراني اللي هي العاديه دي، لا جزء تاني بقى يعني وماب تانية الله بقى. او ماي جاد يا شباب. طبعا هنا بيقول لك الرولز القواعد، ممكن ندوس هنا نسمع القواعد. بيقول لك ايه؟ شيتنج از نوت الود، اوعى تغش. طب اصبر عشان اختفت. وبيقول لك ايه؟ ذيس ماب داز نوت سبورت مالتي بلاي. بيقول لك الماب دي ما تنفعش الاثنين، بس احنا هننفعها الاثنين. اوكي. بيقول لك ايه؟ ازاي؟ بيقول لك ما تكسرش البلوكات. والله يا شباب احنا هنكسر القواعد النهارده. جاهز يا ماندو؟ جاهز جاهز للرعب الحقيقي. يلا بسم ايوه الله، جاهز. دوس ستارت، ليتس جو. انا دوس ستارت، دخلني عملت دوس ستارت يا عبده. دوست جابك عن... انا كليك يمين. انا اجيبك عندي. كليك. انت ما بتعرفش تدوس اهو على الزرار، دخلت. انت ما بتعرفش تدوس على الزرار يا ماندو. لا بدوس بس ما كانش راضي يدخلني. اوكي بيقول لك جراند بول، نشغل جراند بول. لا اللي هو جوز جراني. ايوه شغل ما تهزرش، انا بخاف منه. حماسيك يلا شغلته. ايه ده؟ لا ده هو اصلا كان شغال. هو بص الشاب دي قلبت صح، شوفوا. ايوه كده هو كده شغال يا ابني، ما تدوس عليها قفلته. ايوه خلاص كده هيجن. بس يا هنا شباب الصعوبة. بيقول لك ديفيكالتي نورمال. ايوه طبعا نورمال يا شباب، احنا محتاجينها. لا كده هارد، كده هارد، كده هارد. ارجع نورمال تاني. اكستريم لا، اكستريم لا، خليها نورمال، نورمال ايزي. بس كده حلو رضا. بيقول لك دارك مود، لا هو مقفول. حلو مش عايزينها دارك يا شباب، غامقه. لا ميوزك، خلي بالميوزك. اوكي يلا جاهز يا ماندو؟ جاهز. بص الصور هنا فيها سجن وحركات. يلا بسم الله 3 2 ستارت. بسم الله. اذا عبده دخل. اوكي دخلت معاك يا ماندو، احنا محشورين. جراني شابتر 2. اوه ماي جاد بيلي وورنج ذيس ماب كونكت لاود. يا عيال فيها جامب سكيري، هنتخض وهننط بقى وحركات. اوه ماي جاد، ربنا يستر ربنا يستر. اوكي يا جماعه دلوقتي داخلين الماب، بيعمل لودنج اهو. اخيرا يا شباب بقى خلاص يا حلينا المشكله، بس هنجيب عبده ماندو لما ندخل. يلا لان مش هرب من بيت جراني لوحدي. الجيم ستارتد. بسم الله. انا شايف الدنيا، انا خايف بس الباب يفتح عليا جيراني قدامي وانا ما اخلي صوت اللعب مود على كده. اللعبه دخلتني في جيراني. ما تهزر، دخلتك انت. طب اصبر علي الصوت. اوكي الصوت يا علي تمام، اصبروا الصوت تمام، اعلي الميوزك شويه بس كده فل. او انت دخلت بيت جيراني سلاش تي بي مكامل. اوكي نروح لعبد ماندا يا شباب. يلا بسم الله، يلا يلا دخلنا لعبد ماندا. اهلا يا ماندا. ادوس هنا، بص هنا، هاي ده بيدخلك جوه. اوكي بيدخلك جوه الخزنة عشان تستخبى، قصدي بينزلك تحت، بينزلك تحت هنا. شوف تعال شوف انا تحت السرير. اوه ماي جاد والله حلوه دي. اصبر يا ماندو استناني. اوكي جاي لك. يلا افتح انت. لا افتح انت، مستحيل افتح. يلا بسم الله، بسم الله. السلام عليكم. ايه ده؟ ايه ده؟ كراو بار، في كراو بار هنا اتوقع. ايه ده؟ لا لا انا اسف، سامع جراني عمال اقول اي سي يو والله سامعها. طب اصبر انا مش سامعها. اوكي لا انا مش عالي الصوت يا عيال، لو عالي الصوت. ايه ده في كاميرات؟ عبدو في كاميرات في البيت شايفها؟ بجد؟ والله جون وبتتحرك يا جراني، يا جراني احنا هنا في الكاميرات شوفي. والله بتتحرك علينا الكاميرات. ايه ده اللي في الحيطه ده؟ هاند ويل. اوكي اوكي الايتمات دي فين؟ الايتمات دي بتجيلك انت عبدو؟ لا 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 ما بتجيليش، معكش ايتمات. ها طيب خلينا نطلع فوق نشوف جراني فين. والله بيت جراني اختلف يا شباب، والله في طلقه هنا. خدت طلقه يا ماندو، طلقه إيه حقيقيه. او ماي جاد يا عيال. حاسب 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 يا ماندو. جراني جراني ايش يا ورايا. او ماي جاد ضربت ضربت ماندو. يا عيال حط لايك عشان نهرب من جراني. اللي قفشني جوزها، اللي قفشني جوزها يا ماندو. اليوم الثاني، اليوم الثاني يا ماندو. انت دخلت؟
دخلتك؟ أيوة اوكي اصبر اصبر دقيقة، يعني بتدخل عبد شبطة؟ والله بسم الله بسم الله. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ الباب ده بيودينا فين؟ انزل انزل كابو، انزل كابو، ندوس على الكابو. اه اي مين قفشني يا عيال؟ يا عيال مين قفشني؟ نزلت البحر. اليوم الثالث يا عيال، يا عيال هي جيراني، انا ما لحقتش اخد غير طلقة. صلى على النبي، صلى على النبي. اوكي يلا بسم الله، يا ربنا يستر يا شباب. عبده كل واحد في حته، عبده بعد اذنك ما تجيش معايا، مش هاجي معاك. يلا بسم الله. بقول لك لا، خلينا مع بعض، خلينا مع بعض. تعالى 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 هنا. ايه ده؟ ايه ده تابوت ده؟ لا اوعى تخش جواه، دي حاجات حاجات ممكن تشنيرك. اوكي ايه ده؟ تعالى هنا، تعالى 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 بس. ايه زرار؟ ممكن الزرار ده يعمل لها حاجه. بص لو دوسنا عليه بيقفل البتاعة، بيقفل البتاعة يا موندو. خبيت خبيت. بقول لك ايه، لو انت مت انا بموت معاك، خلي في بالك. طب خلي بالك بقى انت ايه من نفسك، يعني افضل بص يمينك وشمالك ووراك كده هتلاقيها قدامك. تمام يلا بسم الله يا شباب، نبدا ان احنا نطلع بالجيراني تاني. طبعا هي بتبقى مش فوق، مش بتيجي هنا كتير. ما تخليك انت يا موندو تحت، انا خايف عليك بصراحة. انا سامع صوتها بتقول لك اي سي. شوف الراجل هناك اهو. تعالى تعالى اطلع فوق على طول، اطلع فوق على طول. تعالى تعالى على فكره جراني، شوفوا صور الجراني يا عيال، شوفوا صور الجراني على الحيطه. لسه جراني عندك. حاطه فخ، خلي بالك حاطه فخ. خلي بالك ماشي. أوكي. انا واقف هنا، هنا في صناديق، لو حد جاي قول لي. خلص انت وانا جاي جاي جاي. اوكي الناس اللي وراك حلو قوي، نزلت وراك انت. خلي بالك يا ماندو، خلي بالك يا ماندو. في كوبس كهرباء هنا. اوكي لا مش كوبس كهرباء. محمود خلي بالك، محمود اللي تبي قفشوني. اوكي جراند. طب خلاص خليك عندك، خليك عندك. او انت كده كده هتيجي. اوكي يلا بسم الله، هنيجي هنا يا شباب في مكان سري. اقدر والله اقدر انزل. انت ما نزلت ازاي؟ ايه ده؟ شوفوا يا عيال بتحرك تحت. او ماي جاد جاد، دخلت اوضه ثانيه يا عيال. نط، عايز انط. اوكي ايه اتحشرت هنا ولا ايه؟ لا اطلع يا عيال، المفروض اطلع هنا. ايوه طلعت يا شباب بسم الله. اقدر استخبى هنا؟ ايوه استخبى هنا، ببقى انفيزبل ما تقدرش تشوفني. والله عاد شوف انا جوه ما تقدرش تشوفني. اوكي خلاص عرفت، بس استخبى، بس انا مستخبي يا جيراني، انا مستخبي. عاد شفتوها كانت قدامي. او ماي جاد كانت قدامي. ازاي هنهرب من بيت جيراني ده يا عيال؟ صعب قوي، شطرتوه. بس ام كامل وعبد مندو يقدروا يعملوها. لا اصبري اصبري. اليوم الرابع، اليوم ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لي؟ اليوم الرابع اللي بيحصل. اوكي اوكي الحمد لله صحيت على السرير كويس جدا كويس. انا افتكرت تصحى تعمل فيها زي ما بتعمل لما بتوصل لليوم الخامس. لا ما سحبتنيش معاك يا اسطى. انت ما جيتش يعني؟ لا اصبر انا اجيبك يا ماندو، بس خابك لها تجي لنا هي بس. ليش تبي؟ اوكي هنجيب ماندو عندنا يا شباب، ما مستحيل نسيبه يعني. ماندو الام كامل جي جي، تعالى ماندو. ايوه يا شباب ايوه ماندو ايوه. فكره هنعملها المره دي يا عم، عيب عليك. خابك عشان هنا، هنا. انا بقول لك هنا. ايوه محمود خش خش الكابو، خش البتاع اللي تحت هنا. لا لا وهي جايه، اصبر هديها 360 360. اوكي جيت 360، بس يا رب ما الاقيش الاب قدامي، يا رب ما الاقيش الاب قدامي. طلعت وراك، طلعت وراك. ها طلعت وراك. عارف عارف، شايفها شايفها، انا هستخبى منها. كان في باب هنا، ايوه افتح الباب خش هنا. بس اتوقع انها ما تشوفنيش هنا. اجري. هاي هاي مستخبي يا جراني، يا جراني مستخبي، يا جراني يا جراني. خلصت دي اليوم الاخير يا ماندو. ايوه نزلت معاك، انا مت معاك ونزلنا اليوم الاخير. طب اصبر اجي لك بقى يعني. والله على اليوم الاخير، اصبر يا عبد. بص صل على النبي، صل على النبي. احنا شكلنا مش هينفع في شابتر 2 ده، انت تسمع مني حاجه، انت خليك هنا وانا هتعامل. خليك تحت. ماشي انا استخبى. استخبى. انزل تحت السرير اللي هنا، في سرير جوه هنا. تعال تعال، في سرير جوه هنا. بص هنا كده في حاجه، هنا ده الكابو، ده الكابو السري. باد لوكي، محتاجين هنا مفتاح. ممكن نهرب يا شباب، بدل العربيه حطلنا سفينه. نايس. طب تعالى انا استخبى جوه هنا تحت السرير. ماشي خش 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 كده، خش خش. ايوه بيبين. ايوه عبد عايز استخبى تحت في الغرفه اللي جوه دي، يعني انا ممكن اشوفه. اصبروا، المهم ان هو في الحفره دي. تمام يلا بسم الله، خلينا احنا نخش جوه. يلا بسم الله. كاميرا ركز يا مكمل، لازم تنقذ صديقك عبد مندو وتهرب انت كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا في بيت جيراني. اوكي الاب، الاب حطيت لي فخ هنا. هاي اتمسكت في الفخ. اوكي الحمد لله هربت هربت. اجي احررك؟ لا لا هرب. ايوه بس اتخبيت اتخبيت، مستحيل يشوفني. طالما ظهرت العلامه اللي فوق دي مستحيل يشوفني. وانتوا لو ضغطتوا لايك دلوقتي واشتركتوا في القناه مستحيل جيراني تقفشني. اوكي اي سي يو. اقفل الباب ده وامشي من هنا، بس عدي من هنا. ايوه اسكت يا جراني. ده هنا، شايف هنا جراني والاب هنا. الاب هو اللي شافني، شوفوا جاي عليها ازاي. اجري منه يا مكمل. وير ار يو؟ بس يا عم انت يا عمي، ده مترجتني الاب، ده مترجتني يا عيال.
انا بابا يلا اصبر بقى اصبر يا عم الاب انتبه حطيت لي فخين انا اتفشت اتفشت يا مامتو انا اتفشت يا مامتو الله يرحمك هاي هاي حبسني في البتاعه مالدو مالدو حبسني في البتاعه في البتاعه اللي فيها سنون في البتاعه اللي فيها سنون هيقفلوا عليا هيقفلوا عليا استنى اجي اتفرج لا ما اخرج اخرج اتفرج والله الاثنين اقسم بالله ما هنسيبك يا جراني خلاص يا عيال شفت حطيتني فين حطيتني في البتاعه دي وقفلت عليا هي وجوزها راقبيني من الكاميرات براحتي خليك انت هنا يا ماندو خليك هنا سيبك من الهاند ويل والحاجات اللي عندك دي خلينا ناخد الطلقه دي يا شباب هي يا طلقه طلقه نزلت لنا ايه ده خدتها انت هاتها هي واي كل دي طلقه هات يا عيال شوفوا خد طلقه اوكي جه وراك انت عبدو لا دي جه ورانا وراك انت دي ورانا دي ورانا دي ورانا خلاص مشيت سابتني ومشيت اوكي في بابا هنا يا هل دي عندها شاور عندها شاور وبتستحمى امال هي معفنه ليه امال هي معفنه ليه طالما هي بتستحمى الحمام ده شغال بتاع الراجل يا عيال يا عيال طب انا في الحمام يعني الحمام ده مش ليه خصوصيه المفروض لما تيجي تفتح الحمام يعني تقول لي ان انا في الحمام تخبط ولا حاجه دي داخله وبوشها انت هناك يا عبده انت انا نزلت اهو تعال يلا جاي لك يلا بسم الله يا شاب اوكي يلا بسم الله عبد لو حاجه جات لك قول لي عشان انا اخدها منك طيب طيب انا هطلع فوق بما انها مش فوق يعني يا عيال دي فوق يا عيال اوعى يا عبد حاسب هي فوق ايزي 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 ماشي بالراحه هنا وفي طلق طب ازاي اقدر اضربها بالطلق ده بس اكيد محتاج انسى اقدر اصبر اصبر لازم نفتح البتاعه دي موت موت خد ايوه البتاعه اتحركت البتاعه اتحركت في صندوق خش عايز اخد الصندوق يا ماندو خلاص اجري 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 يا محمود اجري يا ماما شايف الطلقه شايف دي ولا لا ايه في شيل شيل الطلقه شيل الطلقه شوف يا عيال ده باب المفروض انه يهرب منه اوكي يا جاي والله جاي اتحشرت في البتاع طب خلينا نلف من الناحيه الثانيه بما انها اتحشرت ماشي ماشي اصبر اصبر اتحشرت يا عبده في صندوق هنا ايوه اوعى يا عبده حاسب حاسب يا عيال طب اطلع فوق يا عبده اطلع فوق كده هي مش فوق طيب حط لنا فخ هنا اوكي راقب لي المكان يا عبده راقب لي المكان بص لي على السلم امان 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 مش جاي اوكي مش جاي اوكي خلونا نفتح كل دول مفتاح لقيت مفتاح احمر دور هاندل طيب طيب لقيت مفتاح احمر حلو مفيش حاجه تانية اتاكد بس ان مفيش حاجه تانية يا شباب في زرار هنا ده بيشغل الكاسيت طيب طيب وفي زرار بتاع ايه ده اوكي حركه ايه ده ايه ده اداني هاندوي اجري هاي هاي صلعنا تجري بسرعه ايوه ايوه شفتها معايا هاندويل يا عيال اتوقع ان احنا هنستخدمها في حاجه والدور هاندل دي بتاع باب معايا ايه ده اتسحبت من الدور انت استخدمت الدور هاندل يا لا لا انا لقيت دور هاندل في ايدي ايه محمود مت محمود يا عبدو يا عبدو حشرتني يا عبدو حشرتني حشرتني انا معايا حاجات كتير عايز اديها لك هات خد انت دي طلعتها من بعد ما حطيت الدور هاندل صح لا انا دي لقيتها فوق ماشي شيل الطلقة من ايدك ويبن كي قفشتك صح؟ لا هربت منها طب نايس نايس اقفل عليها الباب اقفل عليها الباب دي ويبن كي مفتاح الباب من هنا؟ لا مش هنا محمود طب هنا في ايه؟ هنا الباب اللي انا هخشها يا محمود يا عم اقعد بقى خليك خليك معاها ماشي ماشي خليك معاها اوه لقيت مقص حلو هنا ايه اللي بتحط لي في الشيخ اصبر بقى لقيت حاجات كتير قوي ولقيت هنا ولقيت مفتاح ازرق يا عم سيبك من جراي دلوقتي ايه ده؟ اشيل ايه والله فتحت الباب عبده شكلها بنهرب لا 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 محمود محتاجين شاكوش محمود جراني معايا تحت بترزيني ماشي ماشي انا محتاج شاكوش بس انا محتاج شاكوش خليك معاها خلاص يا محمود محمود ما تقلقش لا 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 خلاص خليها 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 انا قربت 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 اصبر ميسي ميسي عدي ميسي 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 عدي ميسي اوكي طب اطلع هنا ازاي اوكي محتاجين نطلع فوق اكتر يا شاب طب مين مفتاح والله استخدمت المفتاح هنا يا عيال استخدمت المفتاح هنا يا ابني اسكت يا ابني خليني اركز خليني اركز معايا حاجه بتقص حطيت خمس فخاخ تحت في الاوضه ايوه ايوه خدت بالي ازور الشباك ده بيفتح والله نقلتني فوق اتوقع اني اتنقلت فوق صح يا فوق انا هاي حطيت لي فخ لبست اوقع في الفخ بتاعك يا جراني يا عم اوقع يا اسطى وقعتها في الفخ بتاعها بس ايه ده فكته ايه ده انا كده مستخبي صح اوكي انا كده مستخبي طيب اصبر يا عبده اصبر لي يا عبده اصبر لي يا عبده هنا بينزلني تحت في الحمام طيب اوكي انا يا شباب بصوا ناقص لنا حاجات بسيطه بس وهنهرب ناقص ان انا اشيل الخشب اللي على الباب اللي هو الهامر بقى محتاجين بقى اللي هو شاكوش فاهمين ازاي اي حاجه في شوف اللي بيقول لي شعرك منكوش مش وقتك يا اسطى على فكره اسطى جراني كرهتني في حياتي تحت مش مشكله خليك معاه خليك معاه خليك معانا قربت اوصل للحل قربت اوصل للحل في باب احمر هنا لبست فخ من جرا يا انت اللي بتلبس الفخ تقريبا هاي يا عم لا يا عم مش انا
اوكي انا اللي بلبس فخ. اوكي تمام. هنا هنا اوكي، في هنا زرار انا دوست عليه. ايوه في هنا صندوق اتوقع. يب صندوق كبير. في ايه؟ بوت عبدو. ايه احنا تقريبا هنهرب بالمركب. انا لقيت الايد اللي بنتحرك بيها بتاعت المركب. ايوه يا شباب. هنا في حاجه؟ لا مفيش حاجه. هنا بقى في ايه؟ هنا اطلع ازاي انا؟ ممكن تطلعوني هنا؟ لا ما اقدرش اطلع هنا، ما اقدرش اطلع. والباب ده ما بيفتحش يا شباب. طيب طيب اروح منين طيب؟ اوكي من هنا انزل تحت. مفيش دور اعلى من كده يعني؟ هو تقريبا في دور تالت. انا عايز اطلع الدور التالت. مفيش دور تالت ولا يا شباب؟ ده الحمام. مفيش حاجه ورا الصور هنا. اوكي والله لبست فخ يا شباب. مش عارف انا حكايه الافخخ دي. يا عم افخخ ايه الافخخ كلها؟ لقيت شوت جن. هي فين؟ انا معايا طلقتين. انا معايا برضه يا اصبر كده اضرب. هي عندي تحت. الحال يا محمود اصبر بس. الطلقات شغاله؟ والله الطلقات شغاله يا ماندو. الطلقات شغاله. هي فين عندك تحت؟ انا هجيب لك. هي طلع وسع وسع شيش. اطلع اوعى اكس اديله. والله ضربتها. اوكي ضربتها لمده دقيقه. طب تعال انزل اصبر في سن من غير. ماشي ايه بلاك يا عيال؟ ايه بجو بجو عربيه ده ولا ايه؟ لا تعال 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 تحت 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 يا ماندو تحت. قال لك هتاخد دقيقه واحده جراني تقريبا. ايوه ايوه شفت شفت. هنيجي هنا اتوقع ده بيتحط هنا. يب اتحطيته للمركب. تمام البجو والبجو اتحط؟ لا البجو ما اتحطش والله ما اتحط. طب الزبور كده اقدر اسوق؟ اتوقع ان انا هقدر اسوق بس. اي قفشت مين؟ قفشتك انت يا ماندو؟ لا انت يا حلو. ما شفتهاش كامل جد. والله ما شفتهاش الشاب كانت ورايا. او ماي جاد او ماي جاد. طب تعالى تعالى تاني يلا تعالى. اوكي ماشي. احنا هنا محتاجين اللي هو اه عشان بنط في الميه. عشان بنط في الميه يا عالي. اليوم الخامس ولا مالي ولا مالي. انا ايه اللي خلاني؟ حرام عليك حرام عليك يا اخي. خلاص 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 والله خلاص. لبست فخ لبست فخ. الله يسامحك. معاك طلق؟ معاك طلق؟ اديني الطلق اديني الطلق بسرعه. ايوه ارمي الطلق كله. ايوه معاك حاجه تاني؟ هم طلقتين. متاكد معاك حاجه تاني؟ هم طلقتين بس. ماشي ماشي خلاص اوكي. محتاجين هنا كاوبار. ده كاوبار؟ لا ده كاتنج. طيب كاتنج ده ممكن اكون محتاجينه فين؟ اطفش بيه الكاميرات؟ لا ما اتوقعش. طب ابعت لي جراني هنا. طب ده بيحتاج ايه؟ اصبر كده مفيش حاجه هنا. انا دورت في كل حاجه هنا. اوكي اصبر. فين الحديده اللي كانت طالعه من ال كانت في حديده طالعه كده لوحدها فاكرها يا ماندو؟ مفيش حديد هنا. لا لا حديده طالعه من الحيطه يا عم فوق مش هنا. يا رب لبست الفخ. يا ربي بقى يا ربي يخرب بيت جيراني. هي مالها جيراني؟ اوكي تعالى نطلع فوق يا ماندو. ساعدني يا ماندو ساعدني. تعالى فوق. هي لو جت انا هضربها لك طلقه. لا لا تعالى. هي لو مات لو جت قدامي هضربها طلقه. يعني الحاجه لسه معاك؟ اه بس انت لو شفتها قول لي. اوكي لقيت هنا بتاعه. ده محتاج ايه ده يا عيال؟ محتاج ايه ده؟ اقدر اخش هنا؟ ما اقدرش. طب محمود انا خدت ورده يا محمود. ورده وريني من الاستثمار. خدها اهي وريني. ورده ايه؟ اتوقع هنحطها في رسمه او حاجه. خلي بالك خلي بالك. ما متش انا ما متش انا ما متش. قتلتها دي قتلتها دي قتلتها دي. الورده بتتحط هنا. انت شلت الورده من مكانها ليه؟ الورده دي مكانها اصلا يا ماندو. اوكي جراني وسلندرينا هنا مالناش دعوه بيها. هنا دي مفتوحه. هنا في فخ. والله لبست الفخ. فتشت فوق. غبي انا يا ام كامل غبي يا ام كامل. فتشت فوق الحمام والحمام فتشت. دخلت عند السفره ودخلت او لقيت مفتاح سيكريت كي. مفتاح ايه ده؟ بتاع اني بوك. مفتاح سري. اصبر اصبر. مفتاح سري. مفتاح ايه ده يا شا؟ بتاع الباب بتاع الباب بتاع الباب ده صح؟ قول لي ان هو بتاع الباب بالله عليك. والله بتاع الباب. ليتس جو. دخلت اوضه الكاميرات. ايوه انا شايف في الكاميرات اهو. انت شايف في الكاميرات؟ طب انا مش شايف. الله يسامحك بسببك. اوعى يا ماندو. انا اللي بشوف. طب اخرج اخرج منها. خرجت خرجت. ايوه جدع خرجت منها. اصبر اصبر ما اجيلك تاني يا عيال. والله وضعنا وضعنا صعب يا شباب. وضعنا صعب. انت في الاوضه؟ اوكي لقيت دور سر فوق يا اسطى في اوضه الكاميرات. طب اصبر استناني. الدور السري ده انا عايز اطلعه من بدري. اوكي سيبك من الكاميرات دلوقتي. مش مهم ان احنا نشوف الكاميرات. احنا كده قتلنا. هب بس ايه؟ يلا محمود تعالى. هب بس شويه. ايه انت ده؟ ماشي خش هنا. انا مش شايفك. استغفر. انت دخلت ازاي؟ شايفك عليهم. اه اتوقع دخلت بده. اوعى كده. اوكي دخلت هنا ازاي؟ ما دخلتش انا. طب ازاي نقطع دي؟ اصبر اضرب بالطلقه. ما تقوليش اضرب بالطلقه يفتح الصندوق. والله ايوه فتح الباب اهو. والله فتح الباب. ليتس جو ايزي. هي بسرعه. كاتنج بارز معايا. كاتنج بارز فتحته. كاو بار اهو يا عبدو. بنهرب بنهرب يا شاب. يلا ننزل من هنا ولا ننزل زي ما جينا؟ ننزل زي ما جينا. يلا شاب خلاص نفتح الباب وبنهرب. اوكي منين؟ انا وقعت تحت. ماشي ماشي انا انزل مع السلم. اوكي اوضه الكاميرات. روح عند الباب اللي هو كان مقفول اللي كان مقفول بالخشب. انا فتحته اصلا. نايس بس الخشب ده. اوكي يلا يا عيال احنا في اليوم الخامس والاخير. يلا يا ام كامل افتح. ايوه اهرب. هي باب كده فتح. غلط. لا فتح فتح. افتح انا. ما تقوليش محتاجين مفتاح. اتوقع محتاجين بقى المفتاح بتاع البيت يا شباب.
ايوه محتاجين مفتاح البيت. بص هتلاقي فتحه فتحه كده من خارجه من مكان ما، قول لي عليها. مش فتحه، حته حديده كده، شفت انت السيخ الحديد اللي بنضربه؟ دور عليها. اوكي اوكي، يعني محتاجين ان احنا نحط دي في مكانها. ناقص اخر حاجه، دي اخر حاجه. يلا يلا، بسم الله بسم الله. انت بس صوت جيران يا ماشي، ما تقلقش انا معاك كده شوت جن، لو قابلتها اديها في وشها. دي بتاعت ايه؟ اصبر، كاو بار. لا مش دي، عايز افتحها. احط لها دي هاند ويل؟ ما انت حطيت الهاند ويل هنا. في مكان تاني محتاجين فيه هاند ويل يا شباب، بس فين ما اعرفش بصراحه. كده حاجه. اوكي اوكي، تعالى تعالى مندو، تعالى تعالى ورايا. كاو بار. كاو بار. اوكي كاو بار. كاو بار. انت دوست عليها؟ فين يا مندو؟ فين؟ ايه؟ في حاجة فين؟ يلا انت... دوست على الكاو بار اللي تحت الصندوق ده. فين دي؟ لا ده دوست هنا اهو. اتوقع ده اللي محتاج دي. اصبر. لا دي هاند ويل. هاند ويل هتجيب لنا كاو بار. او ماي جاد مان. الهاند ويل دي اصلا ما تنفعش هنا؟ لا ما تنفعش هنا يا مندو، ما تنفعش هنا. في حديدة شايفينها طالعة اكيد في الحمام لو في حديدة. لا لا مفيش في الحمام حدايد. اتوقع فوق، نطلع فوق تاني. اصبر. بسم الله بسم الله. هتقابل جيران يا. لا تقلقش، لو قابلتها اديها في وشها على طول، انت فاهم؟ يا اسطى انت شلت اللوحة وقعتها ولا لسه؟ لوحة ايه؟ مش هنا، مفيش لوح هنا. بس والله اللوح كلها بتقع. بتقع؟ طب وقعها كده شوف شوف لو فيها حاجة. اضرب اضرب أي لوحة تقابلك اضربها. اوكي اوكي، ممكن تبقى ورا لوحة فعلا. أنا بس بحاول أفتح الصناديق دي كلها، مفيهاش دي فيها حاجة؟ لا مفيهاش حاجة. والله جراني جاتلي. خد يا جراني. اوكي اديتها واحدة. يا عيال جالي مفتاح الكوبر في ايدي، كل ده كل ده الكوب. سيف كي، سيف كي يا عبدو، مفتاح. أيوة. امان. تعالى كده، انا بقى جراني هنا، جراني هنا. انا عمال البس من على السلم ده. طب اصبر عشان مش شايفه، انا عمال البس افخخ. ما تخافش، المفتاح ده هنا. يفتح سيف كي، اتوقع هنا. يب بتاع الخزنه جالون. اداني، طب اداني غاز، اداني بنزين. اعمل ايه بالبنزين انا؟ اعمل ايه بالبنزين انا؟ احطه في المركب. طب اصبر، انا معايا صحيح، انا معايا المفتاح بتاع المركب. افتح الباب كده، كده جرب. يب حطيته في المركب. ها يدور دلوقتي؟ لا ما يدورش. طب احط الهاند ويل؟ ما تتحطش. طب هنا باد لوك كي. طيب الكاوبر يا شباب هي اللي بتفتح الصناديق. يا عم انا عارف ان هي اللي بتفتح الصناديق، امال انا غبي ليه؟ اوكي طب في صندوق فوق. اصبر هطلع اشوف، اكيد في حاجه فوق يعني. اصبر في والله في جراني، في جراني فوق، بس انا مش عايز البس اي حاجه بسببها. ما تقوليش انا علقت. لا الحمد لله. يا عيال اخيرا اخيرا يا لهوي. انا مش عارف ازاي، انا ازاي ما جبتش الحته دي يا شباب. اقسم بالله لقيت المفتاح في رجلي، المفتاح اللي كان بتاع الباب في رجلي، فانا جبت المفتاح يا شباب والحمد لله ربت. كان مفتاح لونه ازرق غير دور خالص. تمام. طبعا ما اقدرش كنت يا شباب والله. خلاص بقى عبدو، خليك انت مع جراني بقى والجده الشرير يا اخي. طفشوني طفشوني يا ماندو ده. والله يا شباب المفتاح كان هنا، يعني قلبت الماب كلها بقى لي ساعه والله المفتاح طلع في رجلينا. فبس يا شباب قصه المقطع، اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. لو عايزين نلعب جراني الجزء الثالث في ماينكرافت، انزلوا على المقطع ده دوسوا لايك واشتركوا في القناه. انتوا مش مشتركين وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وبس اشوفكم مقطع جراني خير. اتمنى يكون صلاح الدنيا. اشتركوا في قناه عبدو ماندو. وبس سيرت يا شباب، مع السلامه، باي باي. شفت البوسه دي يا دي عبدو؟ بوسه من سحس كمان. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. ميك مليون.